اسمع ابنك عندنا مخطوف. انا مخطوف عندكم؟ بشرك الله بوش النبي. لن تشتي ابنك انت مالين وجي. لو تستمع لك تلازم في المحكمة طلعينه هي انا وين؟ كيف بضحك يا اخي ابنك ما ضحكك الخبر؟ انت مليون. شوف والله ما تيري يا اخي بنقول لك اسمع عيرت الموضوع مسح انا بين اقول لك انت مليون لن تشتي ابنك. يا اخي انت بتفهم او ما بتفهمش؟ والله ما تديريها قليل عقل يا اخي الشهاده من اب ماله قال لك التلفون قال والله ما تديريها والله ما تديريها طلعنا بضنا عقرا الف ندحن هذا ابوك وانت ابوها وما هذا ست وانا اطلع انت ولا يجي بطني انا جاوع بفكم صباح الصبح يا اخي قلت بطك اي عقرا الف في له حاجه الله اكبر عليك تناولك الخاسر عرفنا يبدا الابزرد كيف نفعل بهذا يا اخي؟ دفتيون جابر دفتيون جابر اخي يا عمى زيدة بصلها هكذا حاول معك يا عمى صح حاول مدى مرمى كنا دحنا نحن نجيبي أقول لك حرام نبينا حيوال موزا ما تزور ها فلت ايوه سهل نفس الدفتي الله أكبر عليك من جمعنا بس خلينا نكلمك يا اخي انت بتفهم وما بتفهمش لو زيد حط تصد هذه مرة لف عليك حط يا ابو وزير اتق الله ابنك عندنا مخطوف وانت والله مالك علم اينهم انا قلت كلمه واحد والله ما تراجع ريال واحد والله ما تبسره يا اخي بنقول لك يا الله يا اخي تفاهم مع هذا ما رضاش مالك الو اسمعني يا بودي انا ما ضغطت عليك ما ضغط عليك صاحبي ايوه على فلان ما تقول كذا بتتابعوه تسوي زي انا صدقولها والله ما تبسروا لي ها كيف بدي 700,000 جيل ابنك يا اخي والله بتيري ها طيب 500,000 سكا الناس تشتي ترجع تخسرني الناس اذا تهرب منهم انا تهري ترجعون ما بش انا اصلا هذا ترحل من هذا طيب احتها 100,000 والله بتيري ها لان تشتي ترجعه 60 مليون وانا ارجعه ما هو 60 مليون احنا ضابط نفسك قال لك ما قال لك مامن تري ما قال كم ابن انتي مامن احنا ننزل انتي احنا اخر ولد هذا شكله يخسر ناجي نرجع ابوه قلت في ظلنا حقنا الف وضع حقنا هو عملنا امانة الذي انت تخطف واحد يعني قلت لهم قلت حق بطمة الله يقلع يمسك مسك يا اخي يا اخي لا تقلاش طيب نجل احنا هي يا جماعة فتحوا في مطعم جديد هنا ما رأيكم نسين تغطي أنت آدمي أنت مكزلخ زلخ قولي أنت آدمي أو ما أصلك خلك أفكى الله يقلعك على أقل جديد غطونا حول الشرك اللهم احفظ اليمن وأهلها اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء
فاجعل كيده في نحره.